أسعد الله أوقاتكم. اليوم هو يوم الثلاثاء الرابع من إبريل أو نيسان 2017. نحن الآن في المقر الرئيسي لشركة بيراكوا في مدينة سانتا أنا ولاية كاليفورنيا الأمريكية. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لتجهيز هذه الشحنة والتي ستغادر غدا صباحا إلى المالديفز. هذه المحطات عبارة عن محطات تحلية مياه البحر تشمل كل واحدة منها جميع الأجهزة كالبري تريتمنت المراحل الفلتر الأولية والنهائية أيها قبل وبعد المحطة التناضح العكسي. هذا المشروع يشمل عبارة عن محطتين، الأولى عبارة عن 48 ألف جالون أمريكي في اليوم، والمحطة الثانية عبارة عن 96 ألف جالون أمريكي في اليوم. كما ذكرنا نبدأ هنا في مضخات التغذية الأولى وهي عبارة عن مضخة ضخ المياه إلى الفلتر أو غسيل المياه العكسي للفلتر. هذه المحطة أو هذه المضخات للفلتر الأولاني وهو الصغير. هذا الفلتر يغطي المحطة الصغيرة وهي عبارة عن 48 ألف جالون أمريكي في اليوم. أما هذان الفلتران وهما يعملان على التوالي سيغذيان المياه للمحطة الكبيرة وهي 96 ألف جالون أمريكي في اليوم. هذه هي المضخات التي تغذي المحطة ذات 96 ألف جالون أمريكي في اليوم. كما نرى هنا هذه مضخات حقن المواد الكيماوية بين تعقيم كيماوي مثل الكلورين وإزالة الكيلس الأنتي سكيلانت ومن ثم الديكلورينيشن إزالة الكلورين الزائد قبل دخول المياه إلى الأغشية التناضع العكسية. هذه هي عبارة عن محطة الغسيل، غسيل المواد، غسيل الممبرينات أو الأغشية التي نتوقع أن تكون بحدود سنة أو سنتين لغسيل جميع الممبرينات أو الأغشية. سنتحدث قليلا على جودة المياه المنتجة من هذه المحطة. كما نعرف ملوحة المياه في المالديفز تقارب بين 40 إلى 42 ألف ميليغرام بير لتر وهي مياه عالية الملوحة طبعا. نتوقع جودة المياه تكون بحدود تطابق المواصفات العالمية أو ما يسمى بمنظمة الصحة العالمية وستكون بحدود 300 ميليغرام بير لتر وهي مياه ممتازة جدا لغرض الشرب. كما ذكرنا تطبيقات هذه المحطات ستغادر إلى منتزهات في المالديفز، منتزهات خمس نجوم. ستستخدم هذه المحطات كما ذكرنا، المحطة الصغيرة ستستخدم في فصل الشتاء والمحطة الكبيرة والصغيرة في نفس الوقت ستستخدم في فصل الصيف نظرا للطلب العالي لكمية المياه في فصل الصيف. لقد قام مهندسين باختيار جميع المكونات التي تتناسب مع هذه البيئة، بيئة مياه البحر والتي هي مالحة جدا، والمياه عادة تكون دافئة، فإذا اجتمعت المياه الدافئة مع ملوحة عالية جدا فنرى مشاكل كثيرة، فلذلك نقوم باختيار مكونات جيدة جدا مقاومة للصدأ ومقاومة لتسريب المياه. أحد هذه المكونات هي نوعية المواسير أو البايبات، هي عبارة عن دوبلكس ستانلس سيل، وكذلك جميع المكونات الأخرى مثل المضخة الضغط العالي وهي صناعة فيتكو الأمريكية، وكذلك استرجاع الطاقة، جهاز استرجاع الطاقة وما يسمى بالإنرجي ريكفري تيرماين، كذلك مصنعين من مادة الدوبلكس ستانلس سيل 2205. كذلك كما نرى هنا هذه قطع والتي تسمى diaphragm seal تعزل، استخدمت هذه المواد أو القطع في الضغط المنخفض والضغط العالي، تمنح هذه القطع وصول مياه البحر المالحة جدا إلى المضخ إلى عدادات قياس المياه أو ما يسمى البريشر جيج حتى تمنع تكلس المياه أو مقاومتها من الصدأ. مياه البحر لا تصل إلى أعداد الضغط تلقائيا، حيث هذا الجهاز يكون فاصل بين مياه البحر وبين أعداد قياس الضغط. كذلك استخدمت على مياه الضغط العالي، ولكن المواد هنا كما ذكرنا مصنعة من دوبلكس ستانلس سيل 2205. وعدادات أو ما يسمى بنظام الحماية، إذا انخفض الضغط في المياه الداخلة أو إذا زاد الضغط في المياه بعد المضخة أو بعد الانرجي ريكفري، هذه العدة أو هذه الأجهزة مصنعة كذلك من ستانلس ستيل دوبلكس ستانلس ستيل 2205.
والتي تتميز هذه المادة بمقاومتها لمياه البحر. كما نرى هذه المحطات سواء كانت 48 ألف جالون في اليوم أو 96 ألف جالون في اليوم هي نفس التصميم، ولكن كل المكونات زادت حجما، سواء كانت المضخة أو الفلتر الذي لا يصدأ 5 مايكرون أو الانرجي ريكفري أو عدد الاسطوانات التي تحوي على الأغذية والتي هي من صناعة هيدرونايركس الأمريكية. كذلك استخدمنا جميع أجهزة الانسترومنتس التي تتحكم بـ pH أو اللوس الهيدروجيني أو الكلورين أو الذي الأجهزة التي تقيس كمية تدفق المياه، كلها من صناعة شركة جورج فيشر سيجنت الأمريكية. كما ذكرنا ستغادر هذه المحطات غدا إلى المالديفز بإذن الله. شكراً.